أهلا بحضراتكم. كعادتنا بنبتدي بأهم الأخبار اللي حصلت بالأمس. أبرزها كان الاجتماع الحكومي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اللي ثمن فيه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اللي واجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات بقرية سدس الأمرة ببني سويف، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه هيتم إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها في البرلمان في أول أكتوبر اللي جاي. يمكن كمان يمنا من ضمن يعني ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء ونشاط دولة رئيس الوزراء، أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلس. ده مصنع خاص بتصنيع الإطارات وبيتم على مساحة 400,000 متر مربع باستثمارات بتقدر بمليار يورو. المصنع ده هيقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة تحديدا، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبطاقة إنتاجية 7 مليون تحديدا إطار سنويا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع الحكومي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي واللي ناقش حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اللي وجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية سدس الأمراء ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين 10 جهات، وده من خلال مشروع تحسين الوصول للمعلومات في مصر بتقنية ديزي مالتي ميديا بابليكيشنز بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لتنفيذ المشروع. وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الدولة المصرية تولي اهتمام خاص بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم تستهدف مذكرة الشراكة تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات، خاصة اللي بيعانوا من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات. يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكنهم من التعامل مع المنظومة المطورة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400,000 متر مربع باستثمارات مليار يورو بتنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل بطاقة إنتاجية 7 مليون إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.